مسلسل أم بنات، بعمل دور فنانة معتزلة وفجأة بتقف في حياتها، واقفة مع نفسها، بتشوف هي ماشية صح ولا ماشية غلط، وبتظبط كل علاقاتها اللي قبل كده. الكواليس عاملة ازاي؟ كواليس جميلة قوي، فنانة جميلة سهير رمزي، حقيقة كواليسها حلوة قوي قوي، وهي صاحبتي على المستوى الشخصي، إنسانة جميلة ومحترمة قوي قوي. مش تاني، ده خامس. شايفه ده ازاي؟ ظل ان في ناس كتير قوي بتحجمها كل نص. ما هو في حد من غير اعداء، في حد من غير ناس بتنفسن عليه، في حد من غير ما حد بيحقد عليه، وهي خصوصا نجمة فلازم يبقى الحقد عليها بالمنظر ده. ناس كتيرة جدا، بس ناس كتيرة جدا على زي ما تقدمت، يعني كان عليها انتقادات، ناس كتيرة بقت تحبها وشافتها صح وبيحبوها، وبقى لها جمهور عريض جدا، لان هي نجمة جميلة وفنانة جميلة ومتميزة، وبتعمل شغل حلو جدا وبتحب شغلها وبتحترمه، هي جميلة، بس هو نفسيات بقى هنعمل ايه. ست قوية مفترية، حد دس، حد دس. لا السنة اللي فاتت ما كنتش كده. الونش لا بقى بسكة تانية. الونش كان حما بقى مفترية وجبارة وجعانة ومادية وفظيعة، لكن في جميلة مختلف. دي سرية جدا وقوية جدا، وحد داس على طرفها، فأي حد بيدوس على طرفها بيعيط من كتر اللي بتعمله فيه. لا لسه بنصور. لا فاضل لي شويه. بس بقى شهر رمضان يبقى ازاي بقى؟ واحد شهر رمضان انا لو ما عنديش شغل ببقى قاعده في البيت الصبح، بقوم اقعد اقرا قراني واشوف اكل بيت، لو حد هيجي يفطر عندي او انا هفطر عند حد، غالبا ما بفطرش بره البيت يعني، ولادي وبس، وقرأت قرآني وخلاص. عندي شغل بقى بعد الفطار، ببقى مجهزة شغلي وبنزل أروح أصور، بنرجع مثلا السحر في الشغل، بنرجع لو عندي شغل بالنهار بنزل، بس غالبا بيبقى الشغل بعد الفطار مش بالنهار. ايه رأيك في البرامج المقالب والبرامج الجرائية؟ حاجة دمها خفيف ظريفة يعني. توافقي لو اتعرض عليكي السنة دي مثلا برنامج مقالب؟ لازم أبقى عارفة تفاصيله ايه، يعني في حاجات ما اقدرش اقبلها ابدا ولا اعملها. خلاص كلها اسبوع انتخابات اللي نقابة الممثلين ان شاء الله باذن الله. دعمي مين ان شاء الله؟ طبعا نقيبنا الجميل اشرف زكي، يعني حقيقه ملوش بديل، يعني فعلا نقيب بمعنى الكلمه، انسان بمعنى الكلمه، واقف معانا كلنا، مساندنا كلنا، ما بيضيعش حق من حقوقنا، حد عيان يجري، حد تعبان يعمل اي حاجه، يعني الحقيقه اشرف زكي. وطبعا فنانة جميلة نهال عنبر، قد كده إنسانة جميلة 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 فوق ما أي حد يتخيل، يعني بتجري على الخير وبتجري على العيانين وبتعالج ناس كتيرة قوي، وبتجري بقلبها مش عشان هي مكانها كده، حتى لما كانت بره النقابة كانت بتجري برضو وتعمل للناس قوي قوي قوي. ايه رأيك في السيرة الذاتية ومعاها أو ضدها؟ الفنان بعد فقد العمر بتاعته بيقدموا السيرة الذاتية بتاعته وماله، بس تقدم صح. وماله يعني، زي ام كلثوم اتقدمت باحترام وبرقي، فن اتقدم فن محترم، زي مصطفى مشرفه اتعمل فن زي ما الكتاب قال، لكن اي حاجه تانية بقى يعني ما اعرفش. كنت متوقعه ان ده شخصيتك في الونش، ولا بصي انا بعمل شرير كتير قوي، بس هو ده عمل المره دي حما، وعمل رجه جبار، انا ما كنتش متوقعه كده الحقيقه، يعني عمل رجه طول ما انا ماشيه في الشارع وفي السوشيال ميديا والانستجرام يبعتوا لي الفيسبوك، وحرام عليكي محمد رجب، وحرام عليكي ده احنا بنحب محمد رجب، ليه بتعملي كده؟ انت خربتي البيت، خربتي البيت بالراحه، ركزي في اعدائه، طب ركزي في حد تاني، ركزي حاجه في حياتك، من كتر ما هو، بس هو قلب في الاخر من كتر الشر قلب كوميدي. بتحب قوي يعني؟ بتحب الحمد لله. الحمد لله. ايه نصايحك لملك؟ وساعات بتساعديها في اختيار الادوار، ولا هي بتختار ادوارها؟ لا ساعات بساعدها، اقول لها مثلا ده ينفع ده ما ينفعش كده. ايه رايك في المال الاخير؟ حلو قوي، انا ما لحقتش اشوفه لان انا بصور من ساعتها. ربنا يخليكي، ميرسي.